السلام عليكم وبركاته، كيف حالكم رهيبين؟ معكم فهد الشيحة. الحين انا موجود في باريس قاعد اجرب لعبه ماريو رابتس كيندم باتل. انا اخر مره جربتها يوم كنت في E3 وجربت المود العادي. هذا الحين اوريكم الجد، عيني قوم البوكس. طبعا تشوفون حاطين المرحله مره بعيده شوي في اللعبه، الورد الرابع اتوقع حاجه زي كذا. والحلو في الموضوع ان هذا حق لويجيز مانشن. طيب اول شيء نسويه نطور اللاعبين. اوكي الحين خلنا نختار الفريق. او ماريو شيء اكيد بختاره. اوكي ماريو، بعدين لا باخذ لويجي، احب لويجي. والرابت من ناخذ، محتاج هيلر، فخلينا على الهيلر اللي هذه بيتش. طيب الاسلحه خلنا نختار الحين. او اعطوني فلوس كثيره الحين، بقدر اوريكم اسلحه كثيره فيها. فزي ما تشوفوا الاسلحه كثيره في اللعبه. انا عندي 9000 نايس. باخذ اقوى سلاح دامج باونس، شيء رهيب. الباونس اخي يطلعهم برا الخريطه احيانا، فبختار هذا السلاح. هذا ما فيه الباونس دامج ويعطيك اشياء كثيره، فنختار ده. هذا الماريو يس اسمه القط الدب فات كات انترستنج. اوكي الحين نفس الشيء هذا، اوريدي معطيني ذا اقوى سلاح ولا. اوكي بوش حلو. لويجي سنايبر يا ولد مكانس. زي ما تشوف التصميم المرأة الأسلحة حلوة صح؟ صار كل سلاح تصميم معين، يعني هذا صاير كأنه دراجون توقع تنين، ما أدري إيش ذا صراحة، هذا كأنه سفينة، فاحنا نختار البونس، البونس شيء مرة رهيب، اللي هذا، هذا، حلو، طيب الحين في حاجة رهيبة وريتكم إياها بالفيديو قبل اللي هو السكندري ويبن. ماريو عنده هامر، هامر يفقع بعد، فاختار البونس هامر، اختار ذا، دامج عالي، وهذا جعل ذي. حطه رابت بيتش عندها السيارة ذي، سيارة تحكم فيها كأنها لاعب ثاني. بريكم يا رجال اختار البوش، يعني بيطلع بالخريطة كذا عرفت وخلص. وعنده برضه السيارة ما اعطيني اقوى شيء، بونس ممتاز. طيب الحين هذا الشيء اللي انت بريكم اياه سكيل تري. طبعا الشخصية ماريو هذا سكيل تري، عندكم موفمنت بالحركة وعندكم بالاتاك الضرب، تكنيك التقنيك التقنيك التقنيه حقت اللاعب زي كذا، وعندكم الاذر الاشياء الثانيه عشان يسوي سنايبر من بعيد بعدين نعطيه. طيب حطينا الحين عبينا اياه، مع انه ما في وقت صراحه خليته لحاله يعبي لي اياهم شخصيات. اوكي الحين خلينا نبدا الباتل. طيب زي ما تشوفون مرحله جدا شكلها رهيب. وشوف هذه نبته الدقعود صح؟ الدقعود هذه ترى المرحله مع الموسيقى، يعني انا متغير الموسيقى الحين سمعت تاكاتك تصير زي كذا. شوفوا شيء رهيب صح مع الدقه، والله شيء رهيب صراحه. واضح ان تعبانين عليها. طيب طيب هذا الباتل بكل باتل اصعب من الباتل اللي شفته المره الماضيه، لان هذا تشوف ايش كبر المرحله. اوكي الهدف هنا ان نوصل هنا، نوصل للفوز زي ما شفتوا قبل، بس هنا طريقه اوريدي جهزنا اللاعبين محتاج. طيب الحين نبغى نوصل هناك من غير باسرع طريقه، نستخدم تليبورتي طبعا. ليش باي باي داخله ويجي، يعني هالترن ما اقدر العب فيه لانه دايخ. وماري ما ادري وين قطوه. لعبة صعبة، لعبة صعبة، ما هي سهلة. ويجي الحين دايخ. توفقت المرة الأولى كانت مرة صعبة، أفكر صح فيها كويس. هذا واحد تكينا منه، خليه ينهي ذا ينهي. جدي فلوس ايوه كذا فقعناه. ويجي عنده
ايوه مدتهم كان ثاني تكينا منه ما تصل ما تصل هلا شافه الحين تحرك قال لك اوه صح عليك يا ماريو نايس هذا البيت اللي فتحته اللي تضرب ضربتين والله مات شاله كذا انا ممتاز خلي ماريو يمشي يلا ماريو فوز يا ماريو ورغم انك انت البطل لا باقي شوي بس خطوتين خلي اوقف هنا ماريو سوي يجي لي اوكي هنشغل هذي عشان اي واحد يجي بس يقرب خفض ماريو دور العدو نقدم بسرعة الحين بيتشو امشي لحد يجي ماريو خلو ماريو لا حد يتحرش فيه يلا نبي نفوز ما بس ماري هو الأسى هو الأمل خلنا نشوف يا رب ما حد آه يا كلب أوه كيف ماريو صح عليك ماريو صح عليك عطوا كذا في جبهته كويس إن حطيت ال شو اسمه الهيرو سايت نايس طبعا خلاص أوه والله ستيج يس خلصنا الستيج أنا فقع وجهي اللي معاي صعبة صعبة اللعبة ما هي سهلة وحين بعد مباراتكم طور اللاعب الفردي خلونا الحين نحول ونروح طور اللعب الجماعي اللعب الجماعي يكون لاعبين مع بعض يقعدون جنب بعض طبعا في جهاز واحد يلعبون ما في أونلاين بس تلعب على جهاز واحد ومعي طبعا الرهيب المبدع من قناة العاب أحمد الراشد خلونا نشوف وش سوينا مع بعض في واحد هنا بعد أنا في عو هنا اكيد في لازم يكون في هي الفوز ولا ايش ترى في في واحد هنا في عوات يكون متخبين احيانا يا كثرهم ايوه ماري كفو كفو الحركه السريعه قلت لك رهيبه ذي خاصه قلت هذه واحده من قدراته اللي استخدمناها الاخير قدره اسمها هيروز سايت هيروز سايت ايوه تذكرك حقت سولجر 76 صح سولدر ايش 76 اه اي حق ماي سايت طلع اذنك واحده زي كذا عشان تسمعني طلع انا بس احسن اي جات يو ان ماي سايت تقدر تقول يا احسن اه تقدر تسرع الموضوع اوكي انت واحد ثاني ماري صد واحد ثاني انت اي كفو ماري الحين ماري يسوي هذا ولا ما يسوي هذا اوكي يلا دورك لويجي انت ذا دور واحد بعيد مره والهدف وشو ديفيت اوكي فتفت ف ولا خليه يركز على ذولي لويجي اللي هنا ذولي اي دام هو سنايبر يقدر ينتفهم صح يقدر. ادخل جوا البايب وجلس هنا وننتفهم بس قبل ما اسوي كذا اسوي حاجه بعد بفيدك اللي هي زود خطوات ثلاث خطوات اه حلو ممتاز حلو ايوه ابيلتي هذا رهيب يس مره جامد ادخل هنا اي تعال هنا تفهم. لا 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 عند الكفر هنا ايوه واو اخي رهيب لويجي في هذا في سب يا اخي تلخبط اليد لا هاي. لا المشكله واحده حقت الكاركترز وواحده حقت الابيليتيز اه هي كذا اي اوه والله يبقى حط لك بس اس ار اه اي صح 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 بس السوتشين طيب خلنا نشوف الحين افا وين ودي عندك هذه بس المساحة أو تدخل هنا أدخل هنا وروح جدا إيه كذا يجلد في الشتقن حق لا هذا مطرقة خلنا نستخدم مطرقة على ذا يلا دوس كل شخصية عندها سلاحين سلاح الأساسي سلاح السابق سلاح إيه سكندري أيوة أضربه طب يضرب نفسي ولا لا أوه مسكين راح فيها ودع إيه أوكي
شو شو واثق من نفسه والله بتاس ذا الموف حقه ما يحتاج بودي جارد لا ما يحتاج خلاص الحين دورك انت ولا اه لا لا خلي اختار ماريو مو ب ادخل بيتش لا لا ماريو انا قصدي صربت انا ايوه زي كذا ايوه كذا كذا وقدامه يو يو اعطيهم مطرقه كان قلت يلا تقدر تقول اتاك بس خلينا بعدين اتاك لما نكون مع بعض احسن ها مطرقه وين دمت حق مطرقه لا لا ما ينفع ما توصل لا ما توصل لا منطقتك فايز هذا كذا بالجبهه يلا انت بالجبهه بعض الاسلحه يكون لما يطق يصير يسوي له باونس طلع برا الخريطه ينطق اكثر اوه وهذه هذه حلوه تمشي تفجر شغل شغل يلا هاني هاني هذا اللي يخليهم يثبتون محله وما يتحركون ايه او هنا او هنا ايه عشان تقدر تتحرك بعد خلاص هنا خليه يشغل الستير حقه بحيث اي واحد يجي ينتقل جت في والله بيموت ذا شوف شوف المسافه وش ذا والله لويجي خارع اقول لك قامت وخليه يشغل الستير حقه عشان اي واحد يقرب بس ينتفق هذا الستيلي ستير خلاص اعطيك الدور الحين يلا انت عاد لازم تخش جوا هاي بعدين تفاضل بالشوتجن حقي اجل اسمع لما اجي هنا انا بتجيب تجيب بيتش توقف هنا تهيئ هاي لي طيب خل نتف هذا يلا اوه شوف يوصل هناك كفو يلا دوس بس 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 على التحكم هذا أحسن ها؟ هذا هذا زين إيه هذا زين عصفورين بحجر يلا أوه شو الشتكر ذا والله مرة جامد الحين شوف 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 لويجي شو بيسوي ينقز على هنا لا 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 ينقز على اثنين إيه ما بيجيب هنا يصير سنايبر تفهم إيه سنايبر كذا هبلا هبلا سنايبر انت في امه ذا ورده والله تحس وناسه يلا تعال هيلنا يلا وقف هنا بيننا وقف هنا سوي هيل عندك هيل اصلا ولا استعملته؟ لا ما استعملته يلا يسار لا لا هيل ايوه حتى لويجي حلو نايس كفو ياس يلا ما ادري ايش سويت بيكوز اي كان طق طق نايس 50 انت الحين لما يجي دور ماريو استخدم تقوي الباور هذه الحين استخدمها اي اوكي بس استخدمتها قبل اي صح صح هي قاعد تنمو كامل مشكله عشان كذا هذيك ناوي عليه بس اطلق يلا ما مشكله يا ليت لو مسدس في اشياء زياده كان يمكن صار له باونس والاشياء هذه. ترى شفت الانفجر هذه؟ الانفجر عند الانفجر. اي شوف قاعد يضرب الحين. صح كفو. سلام. يلا دور الانميز. ابقى له هذول الاثنين ترى. شوف خاف لويجي. ما تفتح شوف لويجي. سلام. شوف. هذا الاول اصبر جاك الثاني بينتف الحين بعد. يسوي نفسه خايف. يا سلام يلا ندفع كذا دفع على شوي اوكي لسه بقى زياده افا انا خلاص طلعت برا كيف خلاص قري كراتي بقي واحد ولا كم واحد بقي واحد بس انمي واحد نفوز لو اقتل واحد لو اقتل هذا اي نفوز نفوز الحين بس لويجي ما قصر ها اي والله ما قصر خلينا نسوي كذا يلا ضحي بهذه شوي روح ينتفو أيوة. روح 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 كفو فزنا صح؟ سلام فزنا اي اتوقع ايوه صح عليك نايس جود جوب شوف حب رابط بيتش بكلمه بعد تسوي كذا ريمبر ذا بلاك هاو عرفت ريمبر ذا بلاك هاو هاو اسمع ريمبر ذا بلاك هاو 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 مو طيب مو
خلاص بقانونه الحين خلاص يلا يعطيكم العافيه. شكرا على المتابعه. اذا عجبكم الفيديو سووا لايك سبسكرايب وشير ولا تنسون الجرس اللي جنب السبسكرايب بالضبط عشان تجيكم التنبيهات، وتابعوا فيديوهاتنا الثانيه ونشوفكم على خير. مع السلامه. حنا بعد ترو جيمنج، تابعوا فيديوهاتنا وسووا اشتراك لايك ايوه وجرس. يعطيكم العافيه، مع السلامه. مع السلامه.